النار اللي عشت طول عمري احبها وعمري ما حبيت غيرها عمرها ما تقدر تأذي حد، حتى لو حد أذاها. يا أخي أم منار على اللي خلفه منار، هو أنا مش هنخلصه من الموال ده؟ ما بقولك أنا مش هي. تعالي تعالي يا زينب. يا عم ما اسميش زينب، زينب ده اختراع. أمال إيه اللي مش اختراع؟ عزة. ماشي، عزة ومن المحلة مش كده؟ من اسكندرية. شكلك كنت وقع فيها لشوشتك يا عسلية. ما تغتقني بوجه الله. وعايزة تسيبيني وتروحي فين بقى ماما؟ ما هو أني لو منار هو ربنا ما هسيب. أني مش هي. تاني تاني ماما. هو أني مش فاهمة أنت ليه مش عايز تصدقني؟ مكتوب على وشي كذابة. لا يا حسام، ده قرار مصيري وأنا مش موافق عليه. بس دي حياتك. حياتك آه، بس أنا من واجبي إن أنا أنور لك ضوء أحمر لما ألاقيك رايح في حتة هتندم عليها. هندم؟ ليه بس كده؟ لأن البنت دي، قصدي الست دي، مش مناسبة ليك خالص. بس أنت عمرك ما كنت بتفكر كده يا بابا. أنت نفسك بعد ماما الله يرحمها اتجوزت واحدة مطلقة. مش من حق أي حد يحكم على واحدة خدت قرار زي ده في وقت ما في حياتها. بص يا حسام، أنا طول مدة خدمتي مفيش حد دخل عليا وقلت عليه مجرم وما طلعش مجرم. البنت دي فيها حاجة متغيرة، مش دي منار اللي أنا قابلتها واتكلمت معاها زمان قبل ما تتحبب على عينها وتروح تتجوز الجوازة اللي اتجوزتها. بس برضه في حاجات ما تتنسيش. زي إيه؟ زي أول حب، زي أول لمسة، زي أول مرة حد يقول لك بحبك. الموضوع منتهي، أنا وهي الأسبوع الجاي هنبقى متجوزين. موضوع اللي أنت يا حسام، أنت كده بتقضي عليا وعلى نفسك. بقضي على نفسي إزاي؟ هتقتليني يعني يا غادة؟ لا مش قصدي، بس أصل أنت ما ينفعش تتجوز واحدة زي دي. دي مش مناسبة بالنسبة لك خالص، ما ينفعش تتجوزها. أمال مين المناسب بالنسبة لي؟ أنت يعني؟ أنا ما قلتش كده، وعمري ما طلبت منك انك تتجوزني، وانا فارق معايا اصلا. انا عمري قلت لك تتجوزني؟ اصل دي حاجه مش مهمه خالص في الاخر. انا وانت بنحب بعض، مش الورقه هي اللي هتخلينا يعني نبقى مع بعض. وفي ناس كتير بتتجوز وقاعدين مع بعض في بيت واحد بس ما بيحبوش بعض. بس انت عارف انت بالنسبه لي ايه، مش انت عارف؟ غاده، انا جايبك النهارده عشان ابلغك قراري، مش عشان اسمع ايه بالنسبه لك. من الاسبوع الجاي هيبقى في وضع جديد في حياتي لازم تتعودي عليه. واسلوب التهديد والكلام من تحت لتحت ده ملوش لزوم، لانه مش هيغير حاجه في قراري. طب اعمل اللي انت عايزه، بس تعالى معايا الهند الاول. اسمع منها ايه اللي سمعته لما منار كانت عندها في البيت. تعالى اسمعها وبعدين اعمل اللي انت عايزه. تعالى مش عايز اسمع حد. لا هتسمع يا حسام، هتسمع عشان هند بتقول ان منار فيها حاجه مش مظبوطه. منار مش هي منار اللي تعرفها، مش عارفه بقى ما خفتش من الجنان اللي هي فيه، ولا في حاجه مخبياها. انا حاسه كدابه ومش مجنونه، حاسه ان عندها سر مخبيه. عشان خاطري تعالى اسمعها واعمل اللي انت عايزه. عشان خاطري يا حسين تعالى. مش هسمع حد، ومفيش اي حاجه هتخلي حد يغير اللي في دماغي. مفهوم؟ بس عايز اقول لك ان الاكل حلو جدا، مع انك زمان قلت لي انك ما بتحبش المطبخ. هو احنا مش اتفقنا ما نتكلمش في اللي فات؟ مستغرب ليه؟ مش المفروض برضو ان انت كنت متجوزه؟ بس ما خليتوش يلمسني عشان عمري ما حبيته. كنت متاكده ان انا وانت هنرجع لبعض في يوم من الايام. حسين، أنا ما حبيتش في حياتي غيرك. أنت أول راجل يلمسني.